أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتماما كبيرا لقضايا التنمية في أفريقيا. وخلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل البنية التحتية في أفريقيا والمنعقدة في العاصمة السنغالية داكار، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع مصر لرئاسة لجنة توجيه النقاد على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة الحالية، وذلك من أجل تعزيز دورها والتعريف بأولويات التنمية في أفريقيا. أود أن أؤكد على تطلع مصر لرئاسة لجنة توجيه النقاد على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 23 إلى فبراير 25 لتعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي للتعريف بأولويات التنمية في أفريقيا وسد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.